اسمي هديل حمزة، أنا من كفر كنا، عمري 21 سنة، بتعلم بالجامعة المفتوحة إدارة أعمال واقتصاد. بلشت أشتغل هون بسنديانة الجليل بالبداية عشان أدعم حالي بالتعليم. عنا هون بالقرية فيش علاقة بين اليهود والعرب، يعني أنا لحديت 20 سنة ولا مرة بحياتي حكيت مع واحد يهودي. فلما أجيت لهون شفت إنه اليهود والعرب سوا مع بعض، غير عن الأشياء اللي بنشوفها بالتلفزيون. يعني صار في الأصدقاء يهود وعادي، والطبع والوضع طبيعي وكل إشي ممتاز وماشي، بس بالتلفزيون بيعرضوا بس الإشي السلبي. هون عنا بالبلد بالشغل بعطوش سخار مينيموم، بعطوا أقل بكتير، 10 شيكل للساعة أو 12 شيكل للساعة. فأنا مثلاً مش مستعدة أشتغل بهيك معاش، فبدهن يصيروا يدوروا على محلات برا، وفي أهالي بيقبلوش إنه بناتهم يطلعوا يشتغلوا برا. هذا التسلط الذكوري بعده موجود، فبتأمل إنه الإشي ينتهي، إنه البنات يطلعوا يشتغلوا غير إنه يتعلموا، لأنه صح إنه بدعموهن للتعليم بس للشغل مش كتير بدعموا.